طالب ماجستير بجامعة غازي عنتاب قسم علوم سياسية وإدارة عامة. شغفي الأكبر هو الفن، تحديدا التمثيل والرسم. لما كنت صغير كان عندي اهتمام كبير بموضوع دوبلاج أفلام الكرتون، وكنت أقرأ كتير روايات ومسرحيات. هي كانت بوادر محبتي للفن والثقافة بشكل عام. اشتغلت مسرح وأفلام قصيرة. مشروعي اللي عم بشتغل فيه حالياً المدعوم من قبل فضاءات ثقافية بيحمل عنوان Searching Traces، اختفاء أثر. اختفاء أثر هو مشروع مقدم من جمعية دايلوك الثقافية الموجودة باسطنبول. اختفاء أثر هو Workshop عم يدرب مشاركين من مدينة غازي عنتاب على صناعة أفلام باستخدام كاميرا الموبايل بطريقة One Single Shot. رح تركز الأفلام على حياة المغتربين بمدينة غازي عنتاب. المدربين هنن أنا وشخصين من جمعية دايلوج اللي هنن توماس وزابينا. توماس وزابينا هنن مدربين وصانع أفلام وثائقية ألمان. خلال الورشة التدريبية رح يتدربوا المشاركين على طريقة طرح الفكرة ومن ثم تحويلها لقصة وبالنهاية لفيلم، وتدريبهم على استخدام كاميرا الموبايل بطريقة احترافية، وبالإضافة تعليم المشاركين يعملوا تحرير لفيديوهاتهم عن طريق وي فيديو اللي هو أونلاين، تحرير فيديو أونلاين. الثقافة برأيي هي صقل المواهب الفردية، لأنه الثقافة والبحث والقراءة بيخلي كل شخص يكتشف مواهبه المختلفة ويحاول ينميها، وهذا الشيء بيؤدي للرقي الاجتماعي. فالثقافة هي بالنسبة لي الرقي.